نكمل مع حضراتكم بقيه اخبارنا بقيه فقراتنا. نروح بقى يا كريم ومقر جريده هنا اليوم السابع، نعرف من زميلتنا مريم سميح مراسله قناه الاهلي اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعربيه والعالميه. بس قبل كل ده عايز اقول لك كل سنه وانت طيبه يا مريم، علشان كان عيد ميلادك تقريبا امبارح. يا نهار ابيض على المفاجاه. صباح الفل يا نهى وندى، صباح الفل يا كريم، وانتي طيبه وانتم طيبين بخير. هو تحديدا كان اول امبارح يوم 9/10 بجد، دي مفاجاه حلوه جدا بصراحه. ربنا يخليك يا كريم، اتفضلي. وانتم طيبين وبخير. انتم طيبين وبخير. طيب النهارده من مقر جريده اليوم السابع هيكون عندنا جوله في أهم الأخبار الرياضية على جميع المستويات العربية والمحلية والعالمية. البداية من موقع اليوم السابع، البنا حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم. طبعا أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء الحكام اللي هيديروا مباراة النهاردة إن شاء الله الأهلي وبيراميدز في 8 مساء، واللي بتقام ضمن الجولة 33 في الدوري الممتاز في 8 مساء على طبعا استاد القاهرة الدولي. طبعا يدير اللقاء الحكم محمود البنا ويعاونه أحمد حسام وأحمد توفيق ومحمد حسن حكم رابع، محمود دسوقي حكم الفيديو فار، ويعاونهم مصطفى عثمان. طبعا زي ما احنا عارفين ان الأهلي بيدخل النهاردة المباراة متربعا على قمة الدوري برصيد 85 نقطة، وكمان بيراميدز داخل المباراة برصيد 63 نقطة. من موقع سوبر كورة، اتحاد الكورة بيطالب الأندية بإنهاء ترخيص المحترفين ويحذر من الاستبعاد الأفريقي. طبعا تفتتح اليوم الأحد أبواب الاتحاد المصري لكرة القدم أمام أندية طبعا الدوري الممتاز في الموسم الجديد لتقديم أو الحصول على الترخيص في الموسم الجديد، ومنح اتحاد الكرة النهاردة الفرصة بدءا من اليوم أمام أندية القسم الأول إن هم يقدموا طبعا الطلب للحصول على التراخيص، وكمان هيتم يعني استقبال الطلبات دي لحد 25 من أكتوبر الجاري على أن يتم طبعا التقديم لرخص المحترفين. طبعا زي ما احنا عارفين أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان يعني في وقت سابق طلب من الأندية المقرر مشاركتها في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية أن هم بضرورة إنهاء التراخيص بتاعتهم أو الأندية المحترفة ده، كمان لأن هناك تعليمات صارمة من الاتحاد الأفريقي باستبعاد أي نادي لا يلتزم بتقديم هذه الطلبات أو شروط دوري المحترفين. عندنا من موقع يورو سبورت، الاتحاد الكولومبي بيعلن إصابة المدافع أرياس بكسر في الكاحل. أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم عن تعرض المدافع سانتياغو أرياس لكسر في الكاحل الأيسر بعد إصابته خلال مواجهة فنزويلا التي جمعت المنتخبات في الساعات الأولى طبعا من مساء الأمس السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. قال الاتحاد الكولومبي في بيان لي ان اللاعب سانتياغو أرياس انه تعرض لكسر في الكاحل الايسر مع اصابه متعدده الاطراف في المباراه، وتواصل طبعا الاتحاد مع اتلتيكو مدريد، ومن بعدها تقرر ارسال اللاعب الى مدريد حيث سيتم علاجه من اصابته هناك، وسيسافر اللاعب بمجرد حصوله على تصريح طبي علشان يعني يستمر في الرحلة العلاجية. كمان عايزين نقول انه اصيب أرياس في 9 دقائق فقط من بداية المباراة مواجهة كولومبيا وفنزويلا، عندما حاول الحصول على الكرة من امام لاعب فنزويلا وغادر ملعب المباراة منتقل على نقالة. الخبر اللي جاي ده بصراحه يعني انا عجبني انا شخصيا، واكيد برضه هيعجبك انا وند، لانه يعني يعني عارفه اللي هو عن الامراه بشكل بحت. طبعا من موقع يلا كوره، حدث تاريخي، حكمت ساحه بتقود مباراه بدوري المحترفين المغربي. طبعا شهدت مواجهه الجوله الاخيره بالدوري المغربي للمحترفين واللي جمعت المغرب التطواني بنظيره اولمبيك حدثا تاريخيا. أدارت المباراة حكمة سيدة للمرة الأولى في تاريخ الدوري المغربي في سابقة هي الأولى من نوعها. طبعا يعني بشرة كربوبي هي ضابطة شرطة بتبلغ من العمر 32 عام، وكمان حصلت على الشارة الدولية في عام 2016، وهي من ضمن يعني الحكمات العربيات المرشحات إن هم يديروا كأس العالم للمقبلة للسيدات في 2023. كمان كربوبي يعني قامت بطرد حمزة حجي لاعب المغرب التطواني في المباراة قبل نهاية الشوط الأول بعد طبعا حصوله على انذارين، وهو الطرد الذي لم يمنع الفريق من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.
اخيرا عايزين نفكر مشاهدينا بجدول مباريات اليوم الاحد في دوري امم اوروبا وكمان طبعا الدوري الممتاز. طبعا عارفين الدوري الممتاز النهارده بتقام الاهلي وبيراميدز في تمام الساعه 8 مساء. عندنا في دوري الامم الاوروبيه البوسنه والهرسك في 6 مساء، انجلترا وبلجيكا 6 مساء برضو، وبولندا وايطاليا في 9 الى ربع مساء، وكمان فرنسا والبرتغال في 9 الى ربع مساء. دي كانت جوله في اهم الاخبار الرياضيه على جميع المستويات المحليه والعربيه والعالميه من مقر جريده اليوم السابع. بشكركم جدا، عوده للاستوديو مره اخرى. واحنا بنشكرك جدا زميلتنا العزيزه مريم سميح، وبنشكر